ومعنا من بريطانيا رامي عبد الرحمن، مؤسس ومدير مرصد سوري لحقوق الإنسان. أهلا بك معنا سيد رامي. لليوم الخامس على التوالي الغوطة تقصف، المعلومات لديكم عن عدد الضحايا، عن ما يجري هناك، هل من توثيقات إلى حد الآن؟ نعم، طبعا مساء الخير. هناك ارتفاع مستمر بعدد الشهداء في الغوطة الشرقية وعدد الجرحى. حتى اللحظة اليوم هناك 41 شهيدا مدنيا نتيجة القصف اليوم على الغوطة الشرقية من طائرات النظامين الروسي والسوري والقصف الصاروخي، طبعا ليرتفع بذلك عدد الشهداء المدنيين منذ يوم الأحد وإلى الآن إلى 392 شهيدا مدنيا، بينهم 94 طفلا و60 مواطنة. أي أن القتل مستمر وارتفاع عدد الشهداء هو بسبب استمرار العمليات العسكرية وبسبب انتشال الذين استشهدوا من تحت الأنقاض. على سبيل اليوم المثال، اليوم كما انتشال ما لا يقل عن 27 شهيدا من تحت أنقاض مباني هدمتها طائرات النظامين الروسي والسوري يوم أمس. أقول بأن هناك عدد الجرحى أيضا في ارتفاع مستمر، نحو 2100 جريح إلى الآن في 5 أيام. أي أن هناك مجزرة حقيقية، قتل حقيقي، إبادة حقيقية للغوطة الشرقية أكثر من حلب الشرقية بكثير. ما يحصل اليوم في الغوطة الشرقية هي مجازر، لم فقط كانت المسألة الكيميائية هي الأكبر منها، ما دون ذلك. طيب أنتم كمرصد هل توثقون، هل استطعتم الحصول على أي توثيقات إلى حد الآن كي يتم عرضها على مجلس الأمن؟ نعلم أن هناك جلسة طارئة سيسود خلالها مجلس الأمن على وقف إطلاق النار. نحن كل ما نوثقه ننشره ونرسله إلى الجهات الدولية فورا، وهناك أعضاء في مجلس الأمن الدولي وحتى روسيا. هناك نسخ من التقرير الذي ينشره المرصد والتوثيق. نعم سيد رامي، الأمن الدولي لذلك. شكرا لك، أشكرك جزيلا. رامي عبد الرحمن مؤسس ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من بريطانيا، شكرا لك.